يا عم بنت، انت يا جدع، انت يا بخاله من غير بواب. مين اللي حط اليافطه دي هنا؟ اليافطه دي بتاعت خليل بيه وحطيتها على الارض. خليل بيه مين؟ الارض دي بتاعت ابويا. احنا مالناش صالح، عندك صاحب الارض روح اساله. يا عم انت بتفهم ازاي؟ بقول لك انا صاحب الارض اللي انت واقف عليها دي. روح لخليل بيه واساله، ما تجيبناش المشاكل ووجع الدماغ يا عم بنت. ايه؟ ايه اللي عبايه بيه الدوشه دي؟ ايه زلزال رايح فين؟ عايز خليل بيه. استنى عندك لما اجيله خبر. مش مستني حد. استنى ما تجيبلناش، ما تجيبلناش الحزينه. عايز الكرامه ليه يا ابني؟ اسال على حقه. حاطط يافطتك ليه على ارض ابويا يا خليل بيه؟ ارض ابوك؟ هو ابوك ليه ارض عندي؟ ايوه ليه ارض اللي كان شاريها منك واخد مقاولتها وبنتها وقعت في الزلزال. حاطط يافطتك عليها في انهي حق؟ بحق انها ارضي. ارضك منين؟ ال 300 متر بتوع ابويا ودافع لك اخر قسط قبل الزلزال بيوم. ما حصلش. لا حصل. وانا سامع ابويا الله يرحمه بودني وبيقول انه دافع اخر قسط قبل الزلزال بيوم. يعني انا كذاب؟ ايوه كذاب. وتشيل يافطتك من على ارض ابويا. ابوك مين اللي انت سمعت بودانك بيقول انه سدد اخر قسط؟ ما تفوق لي كلامك يا هاله. وبعدين 300 متر ايه اللي خليل سليمان السواح كتخه هياخدهم بالكد؟ افهم الكلام الاول. ابوك الله يرحمه كان راجل غلبان على قد حاله، وكان نفسه يشتري مني ال 300 متر دول، بس ما كانش معاه فلوس يدفعهم حته واحده. اتركان وقال لي يا خليل بيه بيعهم لي بالقسط. تماله كبر الخاطر على الله. الراجل سافر ورجع وسافر ورجع وسدد اول عن اخر 20,000 جنيه من اصل 100,000 جنيه، ده ثمن الارض وقتها. وبعدها راح الله يرحمه ويرحم امواتنا المسلمين. تيجي انت دلوقتي تفتح لي جعورتك وتلوي لي رقبتك وتقول لي شيل اليافطه من على ارض ابويا، ال 300 متر حق ابويا، حق مين؟ وبعدين يعني ايه تيجي تخبط على باب بيتي وتفتح لي جعورتك وتتهجم عليا؟ انت جننت في عقلك ولا ايه؟ انا جاي اطلب حقي. انا متاكد ان ارض ابويا زي ما انت متاكد ان انا واقف قدامك دلوقتي. الحق اللي يتسمع ويتقال له حاضر. الحق يتكلم والمحقوق يسمع. حقك 20,000 جنيه تاخدهم لما تلزم ادبك وبمزاج. حق 300 متر ارض ابويا واخدهم واتشيل يافطتك من عليها. لو تقدر تشيلها شيل، ولو تقدر تثبت ان 300 متر من حقك اثبت، ولو تقدر تروح تسال ابوك الله يرحمه اساله، ولو مردش عليك اسال امك هتلاقيها رقده جنبه. الله يرحمهم ويحسن اليهم. انا ضفرهم برقبه ادخن تخين. بوعدك يا خليل بيه مش هروح لهم ولا هرقد جنبهم الا وانا واخد حقي 300 متر وهتشيل يافطتك من عليهم. عاجبني عشمك يا محمد. ولسه عاجبك اكتر وانا باخد حقي من تحت ضرسك يا خليل. أرض أبويا مش أرضك يا خليل. أرض أبويا. هب بيه. هب بيه يا مجنون. أرض أبويا أوعى أوعى يا جدع.